يعتبر عمليات الاستمطار هي إحدى الوسائل لزيادة كميات الأمطار من السحاب، وليس خلق أمطار، هي مجرد أنه أزيد كميات الأمطار وأطول من عمر السحاب في الأمطار. تتم هذه العملية بإصدار إرسال طائرة تصل المواد إلى قاعدة السحاب. هذه المواد عبارة عن أملاح محبة لبخار الماء، تعمل على تكثيف البخار الماء إلى قطرات مائية وإلى تجمع هذه القطرات معا ليكبر حجمها وتصل إلى تسقط من قاعدة السحاب، تصل إلى الأرض على شكل أمطار. هناك عدة اتجاهات لعمليات الاستمطار، بعض منها لتفتيت البرد، والهدف منها لتصغير حبيبات البرد لتصبح صغيرة لا تؤدي إلى تأثير على الممتلكات وعلى المزروعات. علم الاستمطار يعتبر علم حديث، بالرغم من أنه أول مرحلة بدأت في أمريكا سنة 1945، ولكن ما زال في علم يعتبر علم حديث وبحاجة إلى مزيد من التطور والأبحاث. هذه شكرا.